بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، وحلقة جديدة من برنامج الترند. حلقة بداية الأسبوع، بنقول لكل السادة المشاهدين ولكل جماهير النادي الأهلي في كل مكان ألف مبروك التأهل إلى المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا للعام الرابع على التوالي. الأهلي يكتب التاريخ، 4 سنوات متتالية الأهلي متواجد في نهائي دوري أبطال إفريقيا، ولكن لو نظرنا برؤية أبعد شوية من 2017 لا، الأهلي في آخر 7 سنوات موجود في 6 مناسبات في نهائي دوري أبطال إفريقيا. هذا التأهل هو التأهل رقم 16 للمباراة النهائية في دوري أبطال إفريقيا، أرقام تاريخية، أرقام قياسية، وعلى مين؟ على فرق كبيرة ولها رصيد كبير جدا في المنافسة مع الأهلي في البطولات الإفريقية، الفوز على الترجي، الفوز على الرجاء، مواجهة أكبر الفرق الإفريقية في منافسة قوية مع النادي الأهلي خلال السنوات الأخيرة. ولكن مين أكتر نادي دايما هو اللي بيمثل مصر بشكل إيجابي ودايما بيسعد الشعب المصري وصورة مشرفة للكرة المصرية في المحافل القارية والدولية؟ مش هتلاقي غير النادي الأهلي. لذلك إن شاء الله بإذن الله خلال الفترة الجاية عندنا متابعة مهمة جدا لهذا الحدث الكبير اللي هتقام مباراتي الذهاب والإياب 4/6 و11/6، ولكن في انتظار نتيجة المباراة الثانية التي تقام في هذه اللحظات مع انطلاق الشوط الثاني، مباراة الوداد وسان داونز، وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي. وعلى مدار الحلقة هنتابع معاكم نتيجة هذه المباراة، لأنه خلاص الطرف الثاني لا يواجه الأهلي في المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا. حلقة النهاردة فيها كواليس وتفاصيل، وهنتكلم أكتر كمان على مباراة الترجي بالأمس، وكمان هنلقي الضوء على الثلاث مباريات المحلية في الفترة اللي جاية قبل الاستعداد لمباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا. لكن بسرعة نبدأ حلقتنا بسؤال حلقة النهاردة، وعايز حضراتكم توجهوا رسالة للاعبين بعد التأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الرابعة على التوالي. إيه أبرز رسالة ممكن تقولوها في هذه اللحظات لأفراد الجهاز الفني واللاعبين؟ شاركوا معنا في الإجابة على السؤال عبر صفحاتنا على السوشيال ميديا، صفحة الفيسبوك وتويتر وإنستجرام، وفي الفقرة الأخيرة هستعرض أكبر قدر من رسائلكم. لكن نبدأ حلقتنا بأهم العناوين. في ترند الأهلي، الأهلي ملك الأرقام القياسية في دوري الأبطال، وكمان الفريق راحة من التدريبات اليوم، وفي الترند العالمي أزمة في الدوري التركي بسبب تريزيجيه. كل الدعم لابننا محمود حسن تريزيجيه، وأكيد هنلقي الضوء على هذه القضية كمان لما نصل للترند العالمي، وهنتابع هذه القضية خلال الفترة اللي جاية لأنها قضية خطيرة جدا جدا. طيب نروح لمباريات اليوم واستعراض مباريات اليوم، وطبعا كل الأهلوية في هذه اللحظات متابعين بشكل كبير جدا مباراة مامولة دي سان داونز والوداد الرياضي المغربي. يمكن الشوط الثاني خلاص على وشك البدء، والشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي 0-0. كل كان متوقع يكون فيه أهداف لسان داونز، لكن أنا من البداية كنت عارف أنها تكون مباراة صعبة على كلا الفريقين. طيب 0-0، ونروح للدوري الإنجليزي. الدوري الإنجليزي منذ قليل انتهت مباراة توتنهام وبرنتفورد بفوز برنتفورد 3-1. في هذه اللحظات انطلقت حوالي 4 مباريات، بورنموث بيستضيف مانشستر يونايتد، فولهام بيستضيف كريستال بالاس، ليفربول بيستضيف أستون فيلا، ولفرهامبتون بيستضيف إيفرتون. الساعة 7:30 نوتنغهام فورست بيستضيف أرسنال. طيب مباريات الدوري الأسباني، ومنذ قليل انتهت مباراة جيرونا وفياريال بفوز فياريال خارج أرضه 2-1. والساعة 5:15 في مباراة أتلتيك بلباو مع سيلتا فيجو، الساعة 7:30 الماريا بيستضيف ريال مايوركا، والساعة 7:30 أيضا ختافي بيستضيف إليتشي. وفي السهرة بطل الدوري الأسباني لا ليجا، برشلونة في العاشرة من مساء اليوم بيستضيف ريال سوسيداد. دي أبرز نتائج واستعراض مباريات اليوم. نخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل نرجع أبرز الأخبار والكواليس، ولكن بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم من جديد. طبعا الكل بلا استثناء في هذه اللحظات بيتابع بشكل كبير جدا الطرف الثاني اللي ممكن يكون بيواجه النادي الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا. يمكن هل الوداد الرياضي المغربي، هل مامولي دي سان داونز بطل جنوب إفريقيا؟ يمكن نتيجة الشوط الأول لكل المتابعين أكيد كانوا متوقعين ممكن يكون في أهداف حتى لو للقلة الفريقين، ولكن المباراة صعبة. البعض قد يعتقد أن هي مهمة سان داونز سهلة وفي المتناول، ولكن أنا من أول يوم من بعد لقاء الذهاب قلت يا جماعة المواجهة صعبة، ومين يتأهل دي مش مضمونة، ممكن فرص الفريق المغربي تكون أكتر كمان من فرص فريق سان داونز لسابق الخبرات، وفكرة فرق الشمال بتعرف تلعب بالمباريات النهائيات بشكل أفضل جدا
من الفرق الإفريقية سواء في الغرب أو حتى في جنوب القارة. ولكن في هذه اللحظات خلاص مع أحداث وبداية انطلاق الشوط الثاني هنشوف بقى خلال 45 دقيقة اللي جاية وعلى مدار الحلقة هنتابعكم أكيد طبعا بنتيجة هذه المباراة، في ظل ممكن يكون في نسبة كبيرة كمان بتتابعنا فعايزة تعرف مننا المستجدات ونتيجة اللقاء أول بأول. ولكن نروح بقى لمباراة الأهلي والترجي بالأمس. أولا مباراة امبارح فيها تفاصيل مهمة جدا عايز أركز عليها، وانتوا دايما عارفين فقرة ترند الترند دايما بيبقى فيها أخبار وتفاصيل وكواليس يعني مش موجودة في أي حتة وبتسمعوها من خلالنا لأول مرة. كان واضح للجميع امبارح ان فريق الترجي جاي مش عايز يخسر بنتيجه كبيره، خسر في تونس 3-0 فشايف ان فرص انه يكسب الاهلي في القاهره على الاقل 3-0 صعبه جدا. فكره ان كمان يحاول يقلص فارق النتيجه كانت بالنسبه له مش هقول صعبه شبه مستحيله، لذلك فريق الترجي كان جاي امبارح ونازل عايز يلعب على قد المباراه. خلص التعادل كويس، خسر بفرق هدف مفيش مشكله، لذلك امبارح ما شفناش الشراسه الهجوميه لفريق جاي على الأقل عايز يدافع عن حظوظه، وفريق كبير عايز قدر الإمكان يبين لكل المتابعين إنه حتى لو عنده نسبة 1% لا هيحارب عليها. مقابل ده الأهلي امبارح نزل لعب من أول دقيقة عايز يخلص المباراة، عايز يكسب، عايز يحسم المباراة مبكرا، وده ظهر مش في الأداء بس، لا خدوا بقى التفاصيل اللي جاية. كل الناس كانت بتتكلم ان كولر هيريح مجموعه كبيره من التشكيله الاساسيه. طب بلاش التشكيله الاساسيه، لا كولر هيريح حمدي فتحي. ليه؟ اصل عنده انذار تاني، وبالتالي لو خد انذار مش هيلعب المباراه الذهاب في نهائي دوري الابطال. بس كولر كان ليه فلسفه تانيه. كولر قال لك انا هفكر في النهائي ليه وانا لسه ما وصلتش للنهائي. حمدي فتحي لو شارك لا قدر الله وتاهلنا وخد انذار مش هيلعب، بس انا لسه ما تاهلتش. فايه الفكره انه ياخد انذار ولا قدر الله اتغلبنا وما تاهلناش، او ايه الفكره ان انا اريحه وما العبش بيه ولا قدر الله الترجي يكسب وما تاهلش، يبقى انا استفدت ايه؟ هريح حمدي فتحي لمباراه انا اصلا ممكن ما اوصلهاش. فالراجل بالتفكير الاوروبي كان عايز يوصل رساله للعيبه على فكره قبل ما يوصل للنقاد الرياضيين او للاعلام او للجماهير، كان عايز يوصل رساله للعيبه انا هنزل بنفس التشكيل الاساسي اللي لعب بيه في مباراه الذهاب في رادس، ومش هدي مساحه لو يعني اي حد يفكر ان لقاء العوده لقاء مضمون، لا هبدا بنفس التشكيل وهلعب بحمد فتحي وهلعب بمحمد هاني وبمعلول وبديانج وبمروان، اخلي السوليه على الدكه. الراجل ما كانش بيفكر دايما في فكره ان انا خلاص اتاهلت، ودي الثقافه اللي بصراحه بغض النظر بقى عن الامور الفنيه انا شايفها لا، يعني الراجل اللي معانا مارسيل كولر ان شاء الله باذن الله يعني هنقدر نحقق معاه حاجات اكتر من كده كمان بكتير. التفكير ده والمنتاليتي دي والعقليه دي احنا محتاجينها بجد، مش هتكلم بس على انه في المؤتمرات الصحفيه بيتكلم كلام متزن، لا الراجل فعلا بيدير منظومه الكره في الاهلي بشكل كويس جدا وبهدوء وبدون صوت عالي وبدون الحادث في وسائل الاعلام، راجل بيتكلم بشكل كويس، تحس ان هو مدرسه فعلا طليق بالمدرسه اللي هو فيها مدرسه النادي الاهلي. دي نقطه، فبالتالي التشكيله الاساسيه كانت رساله منه للعيبه قبل ما تكون رساله للجماهير او الاعلام. دي واحد. اتنين، هل رسالته كانت في التشكيلة الأساسية ويبدأ بحمد فتحي بس؟ لا، ده خد المفاجأة التانية. كولر ليلة المباراة كان بيمرن اللعيبة على ضربات الجزاء. نعم، أيوة، كان بيمرن الفريق على ضربات الجزاء. يعني الأهلي وصل لمرحلة إنه خلاص قطع أكتر من نص المشوار ورايح نهائي دوري الأبطال. كسبان الترجي في تونس 3-0. هل ممكن توصل لمرحلة إن الترجي على الأقل يجي يكسب الأهلي 3-0 في القاهرة؟ إذا كان الترجي نفسه مش مقتنع بالفكرة وبالمبدأ ومش جاي عشان يعمل كده، لكن كولر وصل إحساس للعيبة لا هتتمرن على ضربات الجزاء، لأن كل الأمور دي مطروحة في الكورة. هي الريمونتادا موجودة في أوروبا أكتر ما موجودة في أفريقيا، بس المدرسة دي مهمة. لذلك لما مرن اللعيبة على ضربات الجزاء لا اللعيبة نازلة من أول الماتش عايزة تحسم المباراة. لذلك كانت في قوة بدنية، كان في تحركات كويسة جدا، كان في تمريرات، كان في تحركات من نص الملعب مع بيرسي تاو ومع حسين الشحات، والهدف الرائع اللي احرزه حسين الشحات من تمريره ممتازه من بيرسي تاو وقطعه مميزه من مروان عطيه اللي بيقدر يعني يقطع عديد من الكرات في وسط الملعب ويفسد الهجمات الكتيره اللي ممكن تكون على الاهلي امام المنافسين في الفترات الاخيره. دي كانت نقطه ثانيه. النقطه الثالثه، فلسفه كولر اتغيرت يا جماعه. كولر منذ مباراة سان داونز اللي انتهت بفوز سان داونز 5-2، بصوا على نتائج الأهلي الإفريقية والمحلية. الأهلي منذ هذه المباراة لغاية اللحظة اللي بكلمكم فيها ما دخلش مرماه إلا هدف واحد،
وكان في نهائي كأس مصر أمام بيراميدز في المباراة اللي انتهت بفوز الأهلي 2-1 والأهلي فاز بلقب كأس مصر. وبالتالي أنت بتتكلم ما يقرب من حوالي 10-12 مباراة محلية وأفريقية ما دخلش مرماك أي هدف. فبالتالي أنت بتتكلم على مباراة صعبة جدا. فبالتالي أنا بتكلم على فكرة إيه بقى؟ إن الأهلي منذ هذه المباراة لغاية اللحظة دي لا قدر يحافظ على نظافة الشباك وقدر يغير فلسفته بشكل كبير جدا في المباريات اللي بيلعبها. بصوا على كل المباريات المحلية هدف واحد. بصوا على المباريات الإفريقية، راح كسب القطن الكاميروني 4-0، بعد كده جه كسب الهلال السوداني في القاهرة 3-0، أدي 7 أهداف. راح لعب في المغرب هنا في القاهرة، قصدي لقاء المغرب في الأول في القاهرة، كسب 2-0، فدي بتتكلم في 9 أهداف. راح المغرب هناك اتعادل 0-0، جه مع الترجي كسب في تونس 3-0، أدي 12 هدف، وفي القاهرة 1-0 13 هدف. يعني منذ لقاء الجولة الرابعة مع سان داونز الأهلي كسب كل المباريات الإفريقية، اتعادل بس مباراة واحدة وجاب 13 هدف ولم يدخل مرماه أي هدف، لم يدخل مرماه أي هدف. ففلسفة كولر اتغيرت، الأداء الجمالي في كأس العالم للأندية، الأداء الجمالي في دوري أبطال إفريقيا، الراجل شايف إن لا الفلسفة دي مطلوبة بس مش في كل المباريات. عشان كده أداء الأهلي اختلف، طريقة الأهلي اختلفت، تغييرات وتعديلات على التشكيل والمراكز اتغيرت. فده نجاح للمدرب، ابتدى يشوف أخطائه ويعدلها ووصل للهدف اللي هو عايزه، نهائي دوري الأبطال. طيب وأنا بتكلم معاكم دلوقتي يمكن فريق سان داونز أحرز هدف في الدقيقة 50، وبالتالي سان داونز متقدم على الوداد الرياضي المغربي بهدف مقابل لا شيء. إذن الوداد دلوقتي لا سبيل أمامه سوى إن هو يحاول يحرز هدف في مرمى سان داونز عشان على الأقل تبقى النتيجة 1-1. دلوقتي خلاص فكرة الوصول لضربات الجزاء الترجيحية أصبحت غير متاحة. 0-0 في المغرب، لازم يكون أمامها تعادل إيجابي في بريتوريا عشان الوداد يضمن التأهل. تيمبا زواني طبعا أبرز لاعبي فريق سان داونز هو اللي أحرز هدف التقدم في الدقيقة 50. آخر حاجة كمان، ابتداء من اليوم حتى موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا في حظر إعلامي وفي تركيز كبير جدا من الجهاز الفني واللاعبين، ومش هتشوفوا أي تصريحات رسمية من اللاعبين خلال الفترة القادمة. بعد مباراة الترجي عندك 3 مباريات في الدوري يوم 23 و26 و29، بعد كده تروح على نهائي دوري الأبطال في القاهرة 4-6 ثم 11-6 إذا انتهت مباراة سان داونز الوداد 1-0، هتلعب مباراة في جنوب إفريقيا بيوم 11-6 بإذن الله. فبالتالي غلق فكرة الظهور الإعلامي والتصريحات الإعلامية للتركيز في المشوار الجاي، 3 مباريات محلية تحسم بهم الدوري بدري وتروح على مباراتين في إفريقيا عشان البطولة يعني اللي خسرتها العام الماضي. ويمكن في نقطة تاريخية كده إيجابية بالنسبة لنا، لما وصلنا الفاينل 4 مرات متتالية 2005 2006 2007 2008 خسرنا في 2007 بفعل. السنة دي أو الحقبة الأخيرة دي من 2020 21 22 23 فزنا 2020 2021 خسرنا 2022 بفعل وعندك فاينل 2023. يعني نتمنى يا رب يكون التاريخ بيعد نفسه من جديد ويقدر الأهلي يكتب رقم جديد ويكتب كمان بطولة جديدة تكون دوري أبطال إفريقيا رقم 11 والأميرة السمراء تنور دولاب البطولات في مقر النادي الأهلي في الجزيرة. الإنذارات عندنا حمد فتحي، عندنا مروان عطية، دول عندهم إنذارين، لا قدر الله أي إنذار في مواجهة الذهاب مش هيكونوا موجودين في لقاء العودة، لكن أنا واثق بنسبة كبيرة طبعا إن اللعيبة هيكون عندها خبرات كبيرة تقدر تعدي المباراة الأولى بدون أي إنذارات، لكن دول أكتر 2 مهددين لا قدر الله بالغياب عن مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا. ده كان كلام عام وتفاصيل وأخبار وكواليس ما بين السطور كده بخصوص مباراة الأمس بين الأهلي والترجي، وكمان إيه اللي هينتظر الأهلي خلال الفترة اللي جاية. نخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نواصل مع حضراتكم باقي فقرات برنامج الترند. طيب الجزء الثاني وهو متعلق برضو بنهائي دوري الأبطال ولكن في إطار إيه؟ الفترة الأخيرة شفت كلام كتير جدا بخصوص تضارب موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا مع الأجندة الدولية، والتفاصيل اللي بسمعها بصراحة يعني أحيانا في كلام بيتقال مش صح ومخالف تماما للوائح، والقصة يا جماعة خارجة عن فكرة النفوذ ومين ليه صوت ومين ليه سيطرة ومين عنده كوادر
القصه ما لا تدار بهذا الشكل على فكره. يعني القصه لو بصينا على الورق صح، بلاش نظريه المؤامره. يعني ساعه ما الاهلي كان عنده مشكله في تضارب المواعيد كانت فعلا مشكله في تضارب المواعيد، يعني انت بتلعب كاس افريقيا في نفس توقيت كاس عالم انديه، فده كان تضارب مواعيد واضح جدا، ووقتها ما حدش وقف مع النادي الاهلي في المشكله دي ولا حتى يحب يحط اي حلول للمشكله دي. لكن المره دي المشكله اتعكست، بس ما اتعكستش بنفس التفاصيل. اتعكست ازاي؟ ان المنتخب عنده مباراه رسميه مع غينيا يوم 14/6، نهائي دوري ابطال افريقيا يوم 11/6، فبالتالي فكره انه لعيبه الاهلي تنضم امتى وتلعب امتى، لا، طبقا للاوراق والقوانين واللوائح مفيش حاجه غلط. ليه مفيش حاجه غلط؟ هي الاجنده هتبدا امتى؟ 11/6 ولا 10/6 ولا 12/6؟ 12/6، يعني في اليوم التالي لمباراه نهائي دوري ابطال افريقيا. اذا على الورق كلام الفيفا بيتطبق صح، والاتحاد الافريقي نفذ تعليمات الفيفا. 72 ساعه ما بين اخر مباراه مع النادي عن المباراه الاولى للمنتخب، من 11 ل 14. طيب دي نقطه. النقطه الثانيه، الاجنده هتبدا 12، وبالتالي انت لو عايز تضم لعيبه النادي الاهلي تبدا تضمهم من يوم 12، لان في مباراه رسميه للاهلي في افريقيا يوم 11. كده مفيش مشكله ومفيش تضارب، كل اللي بحكيه ده مفيش تضارب. طب المشكله فين بقى؟ المشكله ان المنتخب كان عايز يعمل مباراه وديه يوم 14، يوم 14، وفي احدى الدول يعني ايه بعيده شويه عن القاره الافريقيه، ويلعب مباراه غينيا في نهايه الاجنده 18 19 20، ما عندوش مشكله. ولكن المنتخب والجهاز الاداري للمنتخب نسي نقطه مهمه جدا. حضرتك المباراه مش على ملعبك، دي مباراه غينيا كوناكري، هي اللي بتحدد الميعاد والمكان والتوقيت، وبالتالي عشان تلعب مع غينيا في الميعاد اللي انت شايفه مناسب ليك لازم تتفق مع غينيا. تيجي تلعبك في مصر يبقى شطاره منك، اتفقت معاها تلعبك في توقيت تاني غير يوم 14 تبقى شطاره منك. ولكن لا حصل ده ولا حصل ده، لان غينيا من حقها تحدد ان هي تلعب يوم 14. طب هي حددت خلاص يوم 14 لان عندها مباراه وديه تانيه يوم 17، يبقى انت يجب عليك انك تحضر نفسك من بدري على فكره لعيبه الاهلي تنضم لك امتى، وهل هتبقى معاك في ماتش غينيا ولا مش معاك في ماتش غينيا، وتقفل الصفحه على طول، تقفل الصفحه. القصة لا قصة نفوز ولا كوادر، القصة قصة أوراق وأفكار. أنت عارف غينيا هتلعبك خارج غينيا في الأجندة الدولية، وفي فريق مصري الأهلي هيوصل لنهائي دوري أبطال إفريقيا، من بدري تعمل اتصالاتك يا غينيا يا الاتحاد الغيني، بدل ما تلعبوا في أي دولة إفريقية لأن أنتوا عندكم مشكلة في الملاعب في غينيا، تعالوا لعبونا في مصر، وحط امتيازات وحط كل اللي أنت يبقى تحت أمر الفريق الغيني والمنتخب الغيني. اتفقت وفوضت وعملت، يبقى انت استفدت بده. وقت ما تحدد المكان وتتفق معهم تقدر بقى تخلي الماتش ده امتى؟ يوم 18، يوم 19، يوم 20، ما انت خلاص جايب الضيوف هنا وهتلاعبهم هنا. ويعمل بقى الاجنده بتاعتك والماتش الودي يوم 14 في احدى الدول، يعني في احدى القارات البعيده شويه عن القاره الافريقيه بدون ذكر اسم المنتخب عشان ما يبقاش فيها احراج، لان هم كانوا عايزين يتفقوا على مباراه كان هيبقى فيها فلوس كويسه، ولكن التوقيت والظروف الامور اللوجستيه ما سمحتش ان هي تقام هذه المباراه. ولكن في النهايه خلاص انت امام امر واقع، غينيا حددت يوم 14، ملهاش لازمه بقى فكره ايه اصل لعيبه الاهلي لازم تنضم لي بدري، اصل الجهاز الفني هيشتغل على الفكر ازاي انضم لعيبه النادي الاهلي. تصريحات الاستاذ محمد غرابه في الملف ده اتمنى تقل شويه، لان الخطا الاكبر جاي من خلاله ومن خلال الجهاز الاداري للمنتخب. لعيبه الاهلي هتركز في مباراه نهائي افريقيا، الذهاب 4 العوده 11/6، الجهاز الاداري للمنتخب يبدا يحضر على وصول لعيبه الاهلي من 11/6 عشان تلعب مباراه غينيا يوم 14/6 اذا كانت ظروفهم تسمح بالمشاركه طبقا للرؤيه الفنيه لروي فيتوريا. ايه النقطه الوحيده اللي ممكن تنقذ الجهاز الاداري لمنتخب مصر من المشكله والمعضله دي كلها؟ ان الوداد يتاهل نهائي دوري الابطال، ما يكونش سان داونز هو طرف المباراه النهائيه. طب ازاي؟ ما هو غينيا بتلعب المباريات الرسميه بتاعتها في المغرب والمباريات الوديه في المغرب. عشان كده انا بقول للجهاز المنتخب انت من بدري لو كنت اتفقت مع غينيا تلعب في مصر ما كانتش حصلت مشكله، ولكن خلاص غينيا هتلعب في المغرب، لو الوداد وصل فاينل خلاص انت ما عندكش مشكله. هيخلصوا الماتش يوم 11 في الدار البيضاء، هيطلعوا منها على مراكش، يعني انت في المغرب في قلب المغرب مش هيطلعوا في حته تانية، فالموضوع بالنسبه لك سهل. لكن سان داونز لو وصل فاينل انت عندك بقى ترتيبات اداريه وحجز طيران، وهل ممكن تجيب طياره خاصه؟ دي امور خاصه بالمنتخب، ولكن مفيش تضارب. ولكن عدم التنسيق الاداري وعدم التحضير لاجنده 6 هي اللي وصلت المنتخب للمشكله اللي هو بيطرحها من خلال
وجهة نظره. اعتقد كده انا شرحت لحضراتكم هل في تضارب ولا مفيش، والمشكلة جاية منين، هل من الاتحاد الافريقي، هل من منتخب غينيا، ولا الجهاز الاداري لمنتخب مصر اللي ما حضرش وما اشتغلش كويس في هذا الموضوع. والخطوات اللي بتروح للاتحاد الافريقي صدقوني يا جماعة لا هتضيف ولا هتديك اي اجابة ولا اي استجابة، لان الاتحاد الافريقي ليس معني بتحديد ميعاد المباراة، الفرق المستضيفة هي اللي بتحدد ميعاد المباراة. هتقول لي ما هو المغرب، جنوب افريقيا، الفرق اللي معانا في نفس مرحلة الاندية ليه بتلعب بدء متأخر، يعني مش 14 هتلعب 16 او 17؟ اقول لك هي مش على ملعبها، المغرب رايحة تلعب جنوب افريقيا في جنوب افريقيا، فجنوب افريقيا هي اللي حددت الميعاد. تونس هتلعب غينيا الاستوائية في غينيا الاستوائية مش في تونس، فالفرق دي هي اللي حددت مواعيدها بالشكل ده. ليه انت بقى جت كده معاك، يعني مش هقول لك سوء حظ، ولكن عدم تحضير جيد لهذه الجزئيه. عموما في هذه اللحظات وانا معاكم، يمكن طبعا مباراه مامولودي سان داونز والوداد الرياضي المغربي ما زالت طبعا في تقدم لفريق سان داونز 1-0. نخرج الى فاصل، وبعد الفاصل نستكمل مع بعض باقي فقرات برنامج الترند. اهلا بحضراتكم من جديد وفقره ترند الاهلي، وهنشوف تفاصيل مهمه جدا السوشيال ميديا ركزت عليها بعد مباراه الامس، ويمكن قبل لحظات من انطلاق مباراة سان داونز والوداد، لأن في نقاط تاريخية وفي نقاط قد البعض يهتم بيها قبل لقاء العودة إن شاء الله أو لقاء نهائي دوري الأبطال يوم 4 و11 يونيو. نبدأ مع بعض من حساب يلا كورة، وقالوا الجزئية اللي كنت بتكلم فيها من شوية، منذ استقباله خماسية أمام سان داونز الأهلي أصبح فريقا لا يقهر، لا يوجد فريق سجل أهدافا في دوري الأبطال أكتر من الأهلي منذ تلك المباراة، الأهلي أحرز 13 هدف. لا يوجد فريق استقبل أهدافا في دوري الأبطال أقل من الأهلي منذ تلك المباراة، زيرو أهداف. قلت لحضراتكم الأهلي سجل 13 هدف ولم يدخل مرماه أي هدف. كسب القطن في الكاميرون 4، كسب الهلال السوداني في القاهرة 3، كسب الرجاء المغربي في القاهرة 2، اتعادل مع الرجاء في كازابلانكا 0-0، كسب الترجي في رادس في تونس 3-0، كسب الترجي في القاهرة 1-0. فأرقام كلها قياسية بالنسبة للأهلي، ولو تبصوا على معدل الأهداف بالنسبة لسان داونز بعدها لا قل بنسبة كبيرة، وده ظهر أكتر في مباراة سيمي فاينال لما واجه فريق من شمال إفريقيا بس عارف يواجهه ويقفل مساحات اللعب بشكل كويس. نروح بقى لحساب في الجول والجزئية التاريخية اللي كنت بتكلم عليها، لأن النادي الأهلي هو النادي الوحيد في أفريقيا اللي قدر يعمل هذا الرقم القياسي، وصول للنهائي 4 مرات متتالية مرتين. الأهلي للمرة الثانية في تاريخه يصل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الرابعة على التوالي تحت قيادة مانويل جوزيه. عام 2005 البطل على حساب الزمالك، النجم الساحلي قصدي، لأن الأهلي في السنة دي كسب الزمالك سيمي فاينال. عام 2006 على حساب النجم على حساب الصفاقسي. عام 2007 خسر الفاينال من النجم الساحلي تحت قيادة تحكيمية لعبد الرحيم العرجون. عام 2008 الأهلي كسب القطن الكاميرون. طب تحت قيادة موسيماني ومارسيل كولر. 2020 الأهلي كسب على حساب الزمالك نهائي القرن، كلنا فاكرين المباراة القاضية ممكن لمحمد مجدي قفش. 2021 الأهلي كسب على حساب كايزر تشيفز في مركب محمد الخامس. 2022 الأهلي خسر من الوداد في المباراة الأخيرة والوحيدة اللي اتلعبت في مركب محمد الخامس، كلنا فاكرين أحداث المباراة لما الاتحاد الإفريقي حدد مكان المباراة في وقت بعد ما اتعرف من أطراف المباراة النهائية. و2023 لودينج مستنيين الطرف الثاني والمباراة النهائية. حتى الآن سان داونز متقدم 1-0، يعني حتى الآن الأهلي وسان داونز هما طرفا النهائي. طيب نروح ونشوف حساب فيفا كأس العالم، اتكلم على تأهل الأهلي لنهائي دوري الأبطال وقال الأهلي يتأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الرابعة على التوالي، هل يعود لتحقيق اللقب لنشاهده في كأس العالم للأندية فيفا السعودية 2023؟ أعتقد هيبقى حدث تاريخي، لأن كلكم فاكرين العام الماضي رغم أن الأهلي خسر دوري أبطال إفريقيا ولكنه شارك في كأس العالم للأندية في المغرب بسبب تنظيم المغرب لكأس العالم للأندية، وقتها شارك الوداد بصفته بطل إفريقيا والأهلي كوصيف شارك بدلا من بطل الدوري المغربي، لأن اللائحة ما بتسمحش أن البلد المنظم يدخل معاها فرقتين في نفس البطولة، وبالتالي الأهلي لعب كأس عالم أندية 2020 ولعب 2021 كانت في قطر، كانت في الإمارات، 2022 كانت في المغرب، 2023 في السعودية. لو الأهلي إن شاء الله فاز بالبطولة هيلعب كأس عالم أندية تاني للمرة الرابعة على التوالي، وكده كده الأهلي حاجز مقعد
في كأس العالم الأندية 2025 اللي لسه لغاية دلوقتي الفيفا ما حددتش مكانها هتبقى فين. طيب نروح لحساب كورة بلس وسيناريو خاص لعلي معلول قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا. كورة بلس اتكلم على فكرة إن ممكن الجهاز الفني بقيادة كولر يدي راحة لعدد من اللعيبة أبرزهم علي معلول قبل مباراتي نهائي دوري الأبطال عشان ما يبقاش فيه إجهاد، عشان ما يكونش فيه لا قدر الله إصابات، وكمان المعدل مشاركة معلول في مباراة إفريقية كانت كبيرة جدا، يمكن أكتر لعيبة لعبت مع الأهلي في دوري أبطال إفريقيا بالترتيب كده يا جماعة، معدل المشاركة طبقا للدقائق يعني محمد عبد المنعم، علي معلول، محمد الشناوي، يليهم كمان محمد هاني، دول أكتر أربع لعيبة شاركوا في مباريات دوري أبطال إفريقيا. وبالتالي هنشوف الفترة الجاية هل الجهاز الفني هيريح لعيبة في الثلاث مباريات المحلية ولا كولر بنفس الفلسفة عايز يحسم كل الأمور مبكرة. في هذه الأثناء وأنا معاكم الوداد الرياضي المغربي بيتعادل بهدف مع سان داونز، أصبحت الآن النتيجة تعادل إيجابي، هدف لكل فريق، وده اللي كنت بتكلم فيه قبل كده. أيوب العملود أحرز هدف الوداد في هذه اللحظات، وأنا كنت بقول لحضراتكم المباراة دي صعبة، الكل كان بيتوقع أن المباراة سهلة في المتناول لفريق سان داونز، ولكن من خلال متابعتي للفريقين الحمد لله الواحد عنده علاقات جيدة ومتابع كويس جدا وعارف تفاصيل كتيرة جدا سواء في سان داونز أو الوداد، المباراة صعبة أكتر على فريق سان داونز، والوداد بيعمل مباراة كبيرة جدا وتعادل الآن مع فريق سان داونز، ولكن لسه في مساحة من المباراة أكتر من حوالي 20 دقيقة، هنشوف ال 20 دقيقة الباقية أكيد هيكون فيها قوة وندية كبيرة جدا، ولكن هدف رائع جدا لأيوب العملود من كرة عرضية وتمريرة سحرية بأمانة، ودخل أيوب العملود لعبها برأسه في الزاوية اليسرى لويليامز حارس مرمى سان داونز، وطبعا الأوفر معمول طبعا من نجم فريق الوداد يحيى عطية الله كابتن الفريق في هذه اللحظات. طيب نروح لباقي الأخبار على السوشيال ميديا. يلا كورة يلا كورة يكشف كيف يستعد الأهلي لمواجهة إنبي بالدوري. الأهلي يستعد إزاي لمواجهة إنبي؟ طيب مبدئيا كده أكيد هيبدأ كولر يبص على تقارير اللعيبة المصابة في الفترة الأخيرة، وهيبدأ كمان يحط برنامج زمني، أو هو أكيد حط برنامج زمني في الفترة الأخيرة، الراحة إمتى؟ وأكيد النهاردة في راحة، بكرة مفيش وقت بقى، أنت بتتكلم بكرة الحد تدريب للفريق، يوم الاثنين تدريب والدخول في معسكر مغلق، والمباراة يوم الثلاث على طول هتلعب الثلاث، عندك تدريب الأربع والخميس تخش معسكر تلعب الجمعة، عندك تدريب سبت وحد وتخش معسكر وتلعب الاثنين، ثلاث مباريات يعني بصراحة فيهم ضغط كبير جدا. ولكن في نقطة عايز أقولها مهمة جدا، دلوقتي سان داونز والوداد 1-1، الأفضل للأهلي على المستوى الإعداد البدني يواجه أي من الفريقين. في نقطة مهمة عايز أتكلم فيها، لو الأهلي هيواجه سان داونز، سان داونز عنده فرصة ياخد راحة كبيرة جدا كبيرة جدا قبل ما يلعب الأهلي، لأن سان داونز خلص الدوري في جنوب إفريقيا فما عندوش أي مباريات ابتداء من النهاردة من 20/5 لغاية 4/6، أنت بتتكلم على فريق أكنه بيعمل فترة إعداد جديدة. لكن الوداد نفس معدل مباراة الأهلي، هيرجع عنده ضغط مباريات محلية لأن الدوري المغربي بيحاولوا يخلصوه قبل 30/6، فعلى المستوى الإعداد البدني الفرقتين الأهلي والوداد في نفس الظروف، لكن سان داونز هيكون بدنيا أجهز من الأهلي لأن الأهلي هيلعب ثلاث مباريات في فترة فيها ضغط كبير جدا، هيلعب الثلاث الجمعة الاثنين وبعد كده عنده مباراة يوم الحد مع فريق سان داونز لو تأهل نهائي. طيب نروح كمان ونشوف حساب الوطن سبورت بيكلموا عن أخبار الأهلي اليوم الأحمر يستعد للظهور المحلي وكولر يتسلم تقريرا عن إنبي والمصابين. طبعا بالنسبة للمصابين احنا بنتكلم على رامي ربيعة، الحمد لله عمرو السولية دخل مع الفريق في التدريبات والمباريات، شارك امبارح في جزء من المباراة، بنتكلم بس على رامي ربيعة لأن كمان أكرم توفيق وكريم فؤاد لسه عندهم شوية وقت ومش هيرجعوا إلا على نهاية الموسم يعني، لكن لو تبص على اللعيبة التانية لا يعني ياسر إبراهيم رجع وبقى موجود في التشكيل الأساسية، محمود متولد مطمئنين عليه ولعب في الفترة اللي فاتت، الشناوي عنده فترة إيقاف ثلاث مباريات محلية بيعاني من إصابة ودي اللي خليته امبارح ما يلعبش مباراة فريق الترجي، ولكن أنا بأكد لكم من النهاردة هو من 20/5 محمد الشناوي جاهز مع الأهلي لمباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا بإذن الله يوم 4/6. آخر حاجة في ترند الأهلي اليوم السابع،
تقارير بتقول ان ترابزون التركي يضع بيرسيتاو وسبع لاعبين بقائمه احتياجاته للموسم الجديد. طبعا كل الكلام بقى على الصفقات ومين ممكن ينضم ومين ممكن ما ينضمش. الفتره اللي جايه الاهلي هيحافظ على القوام الاساسي. يمكن في صحيفه اسمها فوتوماك التركيه اتكلمت ان مسؤول ترابزون اتكلموا على فكره تواجد بيرسيتاو ضمن صفوف الفريق الموسم اللي جاي طبقا لاحتياجات الفريق التركي، لكن بدون الخوض في تفاصيل. واحنا عندنا نهائي دوري ابطال افريقيا، انا باكد لكم كل الكلام ده ليس مطروحا على طاوله الاجتماعات في هذه الفتره، ويمكن كمان بعد نهائي دوري الابطال ممكن تشوفوا لعيبه لسه باقي في عقدها اكتر من سنه بتجدد عشان الاهلي عايز يحافظ على القوام، وفي نفس الوقت كمان يدعم بصفقات عشان الاحداث والمسابقات اللي جايه. انا اكدت كذا مره الاهلي الفتره اللي جايه عنده مباريات قويه وبطولات اقوى، هتبدا بدور السوبر، عندك دوري الابطال ان شاء الله باذن الله ربنا يكرمنا في دوري الابطال افريقيا، عندك كاس عالم انديه، فعندك احداث كبيره جدا الفتره الجايه، تحافظ على القوام الاساسي وتعمل تدعيمات للاحتياجات اللي انت محتاجها في بعض المراكز. نخرج الى فاصل وبعد الفاصل نرجع للفقره الاخيره من برنامج الترند. طيب الجزء الاخير من برنامج الترند، وفي هذه اللحظه احنا بنتكلم في الدقيقه 80، بقى ما يقرب من حوالي 10 دقائق على نهايه مباراه سان داونز الوداد، وسان داونز متقدم 2-1. بيتر شالوليلي المهاجم النبيبي احرز الهدف الثاني في الدقيقه 79، وطبعا بالنتيجه دي اكيد هيكون سان داونز طرف في المباراه النهائيه مع النادي الاهلي، لكن ما زال متبقي ما يقرب من حوالي 10 دقائق. المباراه حماسيه قويه فيها فرص كتيره جدا، ولكن سان داونز باللي كان موجود قبل كده مش بنفس المستوى دلوقتي. يمكن كل الناس بتتكلم على ان المباراه كبيره في فرص كتيره، ولكن ما احنا مع بعض طبعا في الجزء الاخير من البرنامج. طيب في اللحظات دي انا بتكلم معاكم 2-2، الوداد تعادل بالهدف الثاني، وزي ما بقول لحضراتكم مباراه قويه جدا ومثيره جدا، وانا كل ما الوداد بيحرز هدف مش عشان بس فكره اللي انا توقعاتي طلعت صح، ولكن انا فعلا يعني من خلال متابعاتي للكره الافريقيه يا جماعه الكره فيها تفاصيل كتير، وفي تفاصيل ممكن ما تكونش ظاهره للناس، ولكن بالفعل يعني التعادل السلبي اللي كان في المغرب البعض اعتقد ان سان داونز تاهل، ولكن سان داونز يمكن هدف اون جول يعني احرز مدافع سان داونز الكره في مرماه، وحاليا النتيجه 2-2، وطبعا دي نتيجه صعبه جدا على مولد سان داونز هيخرج من دوري ابطال افريقيا في الدقيقه 83، هدف مهم جدا للوداد وقد يكون هذا الهدف سبب رئيسي في تاهل الوداد الى نهائي دوري ابطال افريقيا. عموما معاكم لغايه نهايه الحلقه، لكن هنشوف بسرعه ايه اللي اتكتب في الترند العالمي. الترند العالمي النهارده عندنا قضيه مهمه جدا، وقضيه بتتعلق بواحد من ولادنا محمود حسن تريزيجيه. يمكن الحساب الخاص بترابزون سبورت التركي على تويتر نشروا وقالوا في بيان هذا نقاش مثير للاشمئزاز، وتابع ندين بشده العمل اللا انساني ضد لاعب كره القدم لدينا محمود تريزيجيه خلال المباراه التي لعبناها مع فنربخشه في 18 مايو 2023. اضاف البيان انه لامر مخزي ومثير للاشمئزاز ان يبصق لاعب فنربخشه سمايت اكيدين على لاعبنا بينما كان ساجدا بعد احتفاله بالهدف. الفيديو يا جماعه صعب جدا، يعني انا شفت الفيديو مع كامل مش هقول كامل احترامي بصراحه، بس اللاعب اللي عمل الموقف ده انت طلعت وبررت وقلت حاجات، يعني هجيبها دلوقتي اشوف لحضراتكم اللي كتبوا على حسابه، ولكن الفيديو واضح جدا الحركه اللي انت عملتها دي مش هقول عنصريه، حركه لا اخلاقيه، حركه بترفضها الاديان السماويه، حاجات كتيره جدا ممكن نقولها. ولكن البيان الخاص بترابزون سبورت التركي بيقولوا نتوقع ان يتفاعل جميع اصحاب المصلحه في كره القدم من الاتحاد التركي خاصه نادي فنربخشه نفسه الرياضي التركي لاتخاذ الاجراءات على الفور. طيب هنشوف اللاعب سمت اكيدين كتب ايه على حسابه عشان نعرف هو ايه اللي قاله بالظبط. كتب على حسابه وقال انني ادين الادعاءات اللا اخلاقيه من خلال التلاعب بحركتي من زاوية الصورة، ما فعلته هو جزء من عادة رياضية، إنه يعني بيبصق على الأرض. طب أنت بتبصق على الأرض وأنت باصص، لو الفيديو طبعا مش هينفع نعرضه عشان بصراحة يعني فيديو الواحد لما شافه يعني أبدى استياء كبير جدا من هذا التصرف اللا أخلاقي، بس أنت شايف لاعب بيسجد وأنت بتبصق على الأرض، ليه تبصق في اتجاهه وانت شايفه اصلا؟ يعني مش عايز اتكلم كتير في القصه دي، لكن انا منتظر قرار مهم جدا من الاتحاد التركي، واتمنى الاتحاد الدولي يتدخل في هذا التصرف العنصري اللا اخلاقي. طيب نروح لحساب تويتر والمشاركات على سؤال حلقه النهارده والرساله اللي توجهوها للعيبه والجهاز الفني. استاذ سامي بيقول حان الوقت
وسمحت الظروف لرد الاعتبار على أي فريق من الاثنين، فكونوا ضمن صانعي التاريخ لاسم الكيان ولأنفسكم أو متفرجين عليه. أستاذ صبري بيقول عايزين الكأس الذهبية لدوري أبطال إفريقيا. طيب يا مسهل يا رب. نروح للأستاذ بدوي بيقول إن شاء الله الحادية عشر بالأهلي أدها إن شاء الله. أستاذ إبراهيم استعينوا بالله، إصرار وعزيمة واستغلال أنصاف الفرص وضيق عليهم اللعب وعدم ترك المساحات، الله غالب بأمر الله خير. أستاذ أحمد حسن بيقول الحادية عشر يا أهلي. أستاذ عماد بيقول أنتم أبطال إفريقيا ونادي القرن، ولكن نحن لم نحقق اللقب بعد التاريخ، دائما يذكر البطل فقط. أنتم في أعيننا الأبطال ومنصات التتويج لا نرضى عنها بديل، اجتهدوا والبطولات لا تأتي إلا للمجتهدين أيا كان الطرف الثاني، وداد أو صن داونز، كده كده أنت نفسك تلاعب ده ونفسك تلاعب ده. دلوقتي احنا في الدقيقة 88 وما زال التعادل الإيجابي 2-2. انتهت المباراة بهذا الشكل، الوداد هيكون طرف في مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، وبكرة لنا لقاء بإذن الله ونتكلم على طرفي المباراة النهائية بتفاصيل أكتر بإذن الله. في الختام بشكر حضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة، وبإذن الله نلتقي بكرة في حلقة جديدة من برنامج الترند. شكرا وإلى اللقاء.